هذه أرضنا ورانا عايشين فيها، والشعب تاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن. صرخة النداء من جبال الأوراس لم تنادي الشعب لحمل السلاح فقط. بيان أول نوفمبر 54 900,000 لم يحمل بين طياته وأسطره صورة لكفاح البندقية فحسب. الثورة لم تحمل فقط على ظهر الجندي في الجبال، ولم تختصر في مواثيق ومعاهدات ساسا، والبحث عن الحرية لم تساهم فيه أقلام النضال الأدبي لوحدها. النضال الثوري لبس الزي الرياضي وحمل على ظهره رقما رياضيا تاريخيا كان وزنه ثقيلا في معادلة الكفاح الرياضية، رقم اختصر عنوان قميصه في فريق جبهة التحرير الوطنية الذي اختار شبابه أن يجعل من لغة الأقدام وسيلة لوضع كرة النضال الثورية في شباك المشهد الرياضي العالمي. الطائرة حطت بتونس تحمل رجالا تمردوا على فرقهم الفرنسية، ولبسوا الأحذية الرياضية التي مثلت في أذهانهم صورة تحاكي صلابة الحذاء العسكري، فخاضوا به معارك إدراج القضية الجزائرية في صفحات التاريخ الرياضي العالمي، ليكون فريق جبهة التحرير الوطنية مدفعا حربيا يمزق أي شباك أراد أن يمنع مرور كرة القضية الجزائرية. ليثبت هذا الفريق أن لكرة القدم لسانا ينشد الحرية، وأن الأقدام قد تتحول خطواتها إلى أقلام ترسم على الملاعب خطة كفاح تعادل رسم الخطط الحربية، رسمان يختلفان في الأداة لكنهما يشتركان في غاية رسم اسم عنوان مفاده: الجزائر حرة مستقلة إلى الأبد. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.